الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. لما نيجي نحط برنامج تسميد يا جماعة، لازم يبقى فيه شوية حاجات كده تكون واخدهم في بالك، أو شوية حاجات تكون واخدهم في بالك. شوية الحاجات ده هي إيه؟ شوية الحاجات ده هي حاجة زي نوعية التربة اللي انت هتعمل لها برنامج التسميد ده. هل التربة دي رملية، ولا التربة دي جلسية، ولا التربة دي طينية، ولا التربة دي ملحية؟ التربة لو رملية القوام بتاعها مفتوح، لازم نحط أسمدة عضوية معاها عشان نعمل بناء أرضي، لأن أنا بزرع في أرض لسه مفيش. وبالتالي ما نستخدمش معاها الأسمدة النطراتية، اللي هي بالتالي بتتغسل لأن شحناتها سالبة، وبتتغسل في الأراضي المفككة اللي هي زي الأراضي الرملية، فالنبات ما بيستفادش كتير منها، تمام؟ إلا إذا حطينا مادة عضوية كويسة تحت، والنبات بقى كبر في السن، وبالتالي عمل شبكة جذرية كويسة، فبالتالي نقدر نحط عنصر النطرات في الوضع ده، هيقدر ما يتغسلش منه كتير، تمام؟ الأراضي الرملية طبعا بتسخن في الصيف، الجو هل الأرض دي صحراوية؟ الجو الصحراوي في الصيف يناسبه محاصيل معينة، وفي الشتاء أيضا بيبقى الجو مفتوح هناك فبيناسبه برضه محاصيل معينة. الأرض كلسية، في كلسية يعني الكالسيوم كربونيت فيها عالي، كربونيت الكالسيوم، وبالتالي بيحصل لنا حاجة، في مشكلة عندنا في عنصر الفوسفور اللي هي استحالة الفوسفور، وبالتالي هنحاول ممكن نحطه على هيئة أحماض، وممكن ندعم بالمادة العضوية لازم تتحط، وممكن نرش برضو مركبات فوسفورية عالية زي 13-40-13، بحيث انه ما يحصلش عندي نقص في عنصر الفوسفور، تمام؟ الأرض الكلسية طبعا معروف ان العناصر الصغرى بتثبت فيها، وبالتالي ما نحطش العناصر الصغرى إضافات أرضية، يعني السويل أبليكيشن دي ما نعملهاش، أمال نعمل إيه؟ نبدأ نرشها سماد ورقي، تمام؟ وبالتالي الأمور عندنا هتكون كويسة. هل عندي أرض طينية؟ وبالتالي كمية الأرض الطينية أساسا غنية في المستوى العناصر بتاعتها، الإرث بتاعها كده موروث كده، الأراضي الطينية عندنا اللي هي دلتا النيل بتكون كويسة جدا، والعناصر الغذائية لحد ما كويسة، وما بتحتاجش طبعا الـ الصفات الفيزيائية والكيميائية فيها ممتازة جدا، وبالتالي ما بتحتاجش السي اي سي، الساعة التبادلية الكتونية ممتازة فيها، البفرنج كاباسيتي أو الساعة التنظيمية أو مقدرة الأرض على التغير في رقم البي اتش ممتازة جدا، وبالتالي بنقل نسبة التسميد فيها، تمام؟ يعني لما بنضيف أسمدة ما بنضيفهاش بكمية كبيرة، وقد نتخلى في بعض الوقت أو نتخلى عن جزء كبير، يعني بالنسبة للمادة العضوية ممكن نحط جزء ونسيب جزء. الأراضي ملحية، فالملحية أرض ملحية يعني في أسمدة اللي هي ذات الدليل الملحي العالي، المفروض ما بنحطهوش في الأراضي الرملية، الأراضي اللي هي الملوحة فيها عالية، تمام؟ وبتزداد العملية سوء، زي حاجة زي كلوريد البوتاسيوم مثلا، كلوريد البوتاسيوم الدليل الملحي بتاعه عالي جدا، فبالتالي احنا ما بنضيفهوش لأراضي ملحية، ولا انا بزود الطين بلة، تمام؟ فبناخد بالنا من القطع دي، وبيزداد الأمر سوء لو عندي كمان مية الري مملحة، فبالتالي دي بتحتاج لبرنامج تسميد معين يشترط فيه بعض المركبات، ويستبعد منه بعض المركبات أو الأسمدة الأخرى، تمام؟ برضو عندنا مستوى الخصوبة للتربة، عندي أنا ما بحطش المستوى الخصوبة رقم 2 للتربة، عامل إيه؟ هل أنا حللت مثلا التربة وقفت على المستوى الخصوبي بتاعها، وبالتالي أصبح عندي المحصول اللي عندي ده هو أنا وقفت على إنه اتحط إزاي، وعايز أشرح بس الحتة دي، تمام؟ هو المستوى الخصوبي للتربة يعني أنت لو عندك مثلا محصول طماطم، الطماطم لو قلنا بيحتاج قد ايه نيتروجين، وقد ايه بي 2 او 5 بي 2 او 5
5 اللي هو خمس اكسيد الفوسفور، وقلنا البوتاسيوم اللي هو K2O، K2O اللي هو اكسيد بوتاسيوم، وده خمس اكسيد الفوسفور وده نيتروجين. العلماء قال لك كل طن طماطم، الطماطم دي 1.8 بتحتاج 3.8، كل طن طماطم بيحتاج نيتروجين 3.8. طب الفوسفور قال لك كل طن بيحتاج لواحد وثلاثة من عشر. طب البوتاسيوم قال لك برضو اللي هو الكي تو او برضو بيحتاج 3.8. معنى الكلام ده ايه يا جماعة؟ معنى الكلام ده هو ان انا بالنسبة لي النيتروجين مثلا، لو عندي، لو انا متوقع الطماطم دهيا في الفدان هتنتج لي 30 طن، يبقى بضرب ال 30 في 3.8، تمام؟ وبضرب ال 30 برضه بالنسبة للفوسفور، بضرب ال 30 دي في كام؟ في 1.3، تمام؟ وبالنسبة للبوتاسيوم برضه بضرب ال 30 دي في كام؟ في 3.8، اللي هي الكمية اللي بزحها كل طن، يعني كل طن إنتاج طماطم هيمحتاج أو هيزح لي من الأرض هياخد معه هو طالع، يعني لو حللت الطن ده هون هتلاقي في نسبة النيتروجين في الطن ده 3.8 كيلو جرام نيتروجين، وهتلاقي فيه 1.3 بي تو او 5 اكسيد فوسفور، وهتلاقي فيه بوتاسيوم 3.8 كي تو او، تمام، اكسيد البوتاسيوم، تمام. فده العلماء لما حللوا لقوا الموضوع ده، فقال لك طيب انا لو عندي فدان طماطم هينتج 30 طن، يبقى محتاج كام؟ 30 في 3.8 نيتروجين، محتاج كام نيتروجين؟ 3 في 3 ب 9، يعني قول تقريبا 100 وحده مثلا سي، وديت هيحتاج مثلا 70 وحده، لا هيحتاج تقريبا حوالي 45 بي تو او 5، تمام. ويحتاج بوتاسيوم قد ايه؟ كي تو او هيحتاج قد ايه؟ 30 في 3.8 برضو، يبقى هيدينا تقريبا 100. ال 100 اللي هو عايزهم من الفوسفور من النيتروجين دي، في جزء منها يا جماعه موجود في الارض، موجود بالتربه، ماشي، بالتربه موجود، تمام. وفي جزء منه ماده عضويه، انت مش ضفت ماده عضويه؟ موجود. طيب الجزء الثالث اللي هو ده اللي انت معني ان انت تحطه، انت لازم تحط الجزء ده عشان تقدر تطلع ال 30 طن دول من الفدان، يعني بمعنى انك انت لو ديا مثلا سي مثلا احنا عايزين 100 نيتروجين، لو قلنا مثلا في التربه مثلا فيها 20 وفي الماده العضويه فيها مثلا 15، يبقى 20 و15 35، من 100 باقي كام؟ 65. 65 كيلو نيتروجين مطلوبين في فدان التربه دي عشان ينتج 30 طن، عشان ينتج ال 30 طن دول، بال 65 دول. طيب انا حطيت منهم قد ايه؟ الاضافات الاوليه مثلا حطيت شكاره سلفات نشادر مثلا 20.6، تمام، يبقى باقي قد ايه؟ باقي 45. ال 45 دول هم اللي المفروض انا نحطهم، وكذلك الفوسفور وكذلك البوتاسيوم. اتفهمت القصه ديت؟ اتفهمت، تمام. انا بس حبيت اقولها عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الفكره يعني الفلاح برضو ما شاء الله يعني بيفهم ومخه شغال. يعني المحصول مستوى الخصوبه للتربه قلنا بنحلل وبنشوف الموجود في التربه ايه عشان نقدر نعوض اللي احنا هنحطه، تمام. بعد كده المحصول الخصوب، مستوى الخصوبه للتربه دي حتى من غير ما تحلل يا جماعه انت المفروض بيكون فيك دماغ وبتفكر، بمعنى زيتنا علمونا ان في الدليل بتاع المحصول السابق ده، المحصول السابق ده كان ايه بالظبط؟ اما ان هو كان مثلا كانت حاجه نجيليه، محصول نجيلي زي القمح والشعير والذره بالانواع بتاعهم، كان ذره رفيعه وذره شاميه، تمام. دي معروف ان هي فيها اسراف في الازوت، بتشيل معاها كتير، ليه؟ محصول نجيلي اساسا. طيب لو محصول بقولي فول او ترمس او عدس وبسله فاصوليا الحاجات دي كلها هيبقى ايه؟ هيبقى لا ده هيبقى مضيف للتربه. ليه؟ لان المحاصيل دي بتثبت الازوت الجوي والسي اي سي كمان ليها السي ان ريشيو، لما بيتحرك في الارض السي ان ريشيو بتاع المحاصيل البقوليه بيكون ضيق جدا، وبالتالي تتحلل بسرعه، غير النجيليه اللي ممكن يحصل لي مشاكل في النيتروجين، وخصوصا في الاول، وبعد كده طبعا نتيجه تنافس البكتيريا والنبات على
النيتروجين اللي موجود في التربة، تمام؟ طب نلاحظ الحتة دي بالذات، يعني لو محصول بقولي برضه هناخد نعرف ان مستوى الرسوب عندي كويس. ارض مزروعة بطاطس قبل كده، معروف ان الفلاح اصلا عنده اسراف في وضع الاسمدة بالنسبة للبطاطس، فبالتالي تلاقي المستوى الخصوبي للتربة بالنسبة للبطاطس تلاقيه عالي، ماشي. نوعية مياه الري برضه تفرق معايا، هل المية عذبة، هل المية كلسية، هل المية الملوحة بتاعتها عالية، كل دي يعني الحاجات ده هي لازم يا جماعه نحطها في الحسبان واحنا بنحط برنامج التسميد بتاعنا. فساعات ممكن تحط مثلا جماعه راحوا يزرعوا بتاع بطاطس في المنيا، وطبعا معروف ارض المنيا كلسيه خصوصا الظهير الصحراوي، فابتدت الدنيا تروح بتبقى معاهم مش كويسه. ليه؟ هو المفروض كلسي، يعني هيضيف نسبه احماض كتير، هيضيف مضاد عضويه، هيضيف، هو عاملها نفس ما بعامل ارض النوبريه ووادي النطرون، وبالتالي النتيجه كانت معاهم سيئه جدا. فعشان كده بتوع الاراضي معنيين بوضع برامج التسميد وعارفين هم بيعملوا ايه. اشكركم والى اللقاء.